تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء دائما إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، ودائما في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض معكم مستمعينا دائما فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ودائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم بخصوص فقرة الأخبار بنستعرض معكم عن ساعات العمل بمنشآت الصحية بهيئة الصحة بدبي خلال شهر رمضان المبارك. أما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة ومع المستجدات بتكون معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اليوم تحت عنوان السحور الصحي، وبتكون ضيفتي اليوم الأستاذة عفراء القطان أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبيكون حديثنا معها عن السحور الصحي وما هي مكونات السحور الصحي وأيضا أفضل الأوقات لتناول وجبة السحور وما هي الأطعمة اللي دائما المفروض يعني احنا نتجنبها في وجبة السحور والكثير من المعلومات حول موضوع السحور الصحي. أما فقرتنا الثانية لهذا اليوم أيضا يتعلق بيعني بعض يعني الإجراءات وبعض الاستعدادات للمرضى المصابين ببعض أمراض القلب، وبيكون معنا أيضا ضيفي عبر الهاتف الدكتور باسم عدنان أخصائي أمراض القلب بمستشفى راشد بدبي، وحديثنا بيكون معه أيضا عن استعداد مريض القلب لصوم شهر رمضان المبارك وما هو المطلوب منه، وأيضا متى يكون صوم شهر رمضان خطيرا على بعض المرضى يعني مصابين بأمراض القلب المختلفة. فهاي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وشو عندك اليوم أختي أسماء من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن من خلال الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي مثل رسالة تذكيرية بكيفية التصرف عند الإصابة بمرض كوفيد. وايد مهم أن الأشخاص من ينصابون يعزلون نفسهم مباشرة حتى لو كان عندهم بس مجرد أعراض بسيطة أو بدون أعراض. غالبا يكون في رسالة نصية قصيرة توصلهم على المسج على الإسمس يجاوبون على هاي الأسئلة. إذا ساءت الأمور ممكن يتواصلون مباشرة من خلال مركز الاتصال 8342. في حال ما كان في أي أعراض ولا يعني حمى
في خلال آخر 3 أيام يمكن إنهاء العزل الصحي بعد 10 أيام. وايد مهم إن نحن نعرف الإجراءات عند الإصابة وعشان نتفادى إن نحن ننقلها لأفراد أسرتنا في المنزل. وايد مهم إن نحن نلتزم إن نكون في العزل المنزلي أو في غرفتنا. العزل مو بيعني إن أنا أقدر أدور في البيت، لكن لازم أكون ملتزم في غرفتي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نبغى نأكد عليها ونتمنى من الجميع إن شهر رمضان جاي نحن مع بعض نقدر نساهم إن العدوى ما تنتشر من خلال أخذ التطعيم والوقاية بطريقة يعني مضمونة. الشيء الثاني التزام بإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد الجسدي، وأيضا يعني في بعض الممارسات لأن ما يرمون مثلا يشيرون المسجد بأداء صلاة الجماعة، في بعض العوائل أو بعض النساء يسوون مثل يمعات في البيت للصلاة في المنازل صلاة الجماعة. نحن ننصح الجميع بأن يعني يبتعدون عن هذه الممارسات في هذا الشهر الفضيل في هذا العام بالتحديد، دام انه يعني افراد الجماعه ما كانت موجوده في المسجد وبعثنا نحن نسويها في البيت للنساء. فنحن نتمنى التجمعات واليمعات والعزايم تتاجل وان هي تكون مختصره على افراد الاسره الوحده. تقريبا نحن راح نحط كثير من النشرات التوعويه خلال شهر رمضان المبارك، ونتمنى من الجميع الالتزام بهذه النشرات. ايضا بخصوص الاسئله اللي وصلتني في قنوات التواصل الاجتماعي، هل مراكز التطعيم ستعمل خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم، جميع مراكز التطعيم ستعمل خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم نشر نشره خاصه حول اوقات العمل في مراكز هيئه الصحه بدبي جميعها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. ننصح الجميع بمتابعتنا على بالتحديد على قناه تويتر وإنستغرام وفيسبوك اللي هي DHA_Dubai ودبي هيلث أوثوريتي. نحن قاعدين نحط الأبديت بشكل مستمر. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا، هل يمكن مثلا الأشخاص اللي عندهم الحساسية يأخذون التطعيم؟ يمكن أخذ التطعيم إلا في بعض الحالات اللي تتطلب تدخل طبي مباشر وسريع وعندهم حساسية وايد قوية. ننصحهم أنهم دائما يرجعون لطبيبهم المعالج ويأخذون الاستشارة منه إذا كانوا يقدرون يأخذون التطعيم ولا. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا، هل يمكن هل تنفتح باب التطعيم لأصحاب للسياح؟ التطعيم مختصر على المواطنين والمقيمين في دبي، والمقيمين في دبي والحاملين إقامة دبي وهم فوق 60 سنة من حاملين إقامة إمارة أخرى ومقيمين في دبي من 60 سنة وما فوق. هاي الفئات اللي موجودة انت حجز الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة وتحديد اليوم المناسب. دائما يكون في تحديث مستمر على مواعيد الموجودة من خلال التوسعة قاعدين نسويها، فدائما ننصحهم يرجعون للتطبيق ان يشوفون متى اقرب وقت يناسبهم. تقريبا هالاشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نهنيهم كلهم في شهر رمضان المبارك ونتمنى لهم شهر سعيد وصحي وبعيد عن الامراض. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك أختي أسماء الجناحي، وكل عام وانتي بخير. أيضا مستمعين الأعزاء، أعلنت هيئة الصحة أيضا بدبي بأن أقسام الطوارئ مستشفياتها ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى راشد ومستشفى دبي من 8:00 صباحا وحتى 1:00 ظهرا، وفي مستشفى لطيفة من 9:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر، بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى حتى من 8:00 صباحا وحتى 6:00 مساء. أما في عيادات طب الأسرة من 8:00 صباحا وحتى 10:00 مساء، يتخللها طبعا استراحة الإفطار من 6:00 وحتى 8:00 مساء، بينما ستكون خدمات الطوارئ وإدخال المرضى والصيدلية والأشعة والمختبر على مدار الساعة. بنوافيكم أكثر مستمعين الأعزاء عن ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية التخصصية ومراكز فحص كوفيد-19 خلال البرنامج. بناخذ معاكم فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا اليوم عن فقرة التغذية تحت عنوان السحور الصحي، وبتكون معايا الأستاذة عفرة القطان أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. وفاصل وراجعين. صحة وسعادة
يا مرحبا بكم سهلة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. بإمكانكم مستمعين الأعزاء التواصل معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وبإمكانكم أيضا الحديث مع ضيوفي اليوم على موضوع السحور الصحي، وأيضا بنتحدث اليوم مع الدكتور باسم عن مرضى القلب والصيام. مستمعين الأعزاء دائما طبعا ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، هناك الكثير من التساؤل عن موضوع الأطعمة المناسبة وأفضل الأطعمة وبالأخص خلال يعني وجبة السحور. يعني تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معايا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عفرة القطان، أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عفرة صباح الخير. صباح النور والسرور، أولا مبارك عليكم الشهر مقدما وتقبل الله طاعتكم يا رب. طبعا مثل ما نعرف وانت بخير الصحة والسلامة، طبعا مثل ما نعرف وجبة السحور وجبة مهمة خلال شهر رمضان، مو كونها فقط أنها سنة نبوية بس أيضا هي تدعم الجسم خلال ساعات الصيام، خاصة للنساء الحوامل المرضعات كبار السن المراهقين، فيجب أن تكون الوجبة السحور معتدلة صحية ومشبعة، مشبعة أيضا لتوفير الطاقة الكافية لساعات الصيام. من المهم عندنا التركيز على الأطعمة اللي تهضم ببطء مثل عندنا الكربوهيدرات المعقدة وشرب كميات كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم. تمام، خلونا نتعرف الحين على تركيبة السحور الصحي وشو هي أهم العناصر الغذائية فوائدها تخفيف الشعور بالشبع وتعزيز الشبع لفترات أطول، منها الأفوكادو، الجوز، بذور الشيا والمكسرات النية غير المملحة. أن الحبوب العنصر الغذائي الثاني الحبوب الكاملة هي مصدر للكربوهيدرات الصحية نفس ما قلنا، وتساعد تركيبتها الغذائية الصحية الحفاظ على سكر الدم تحت السيطرة، مثل أن الشوفان، الحبوب الكاملة، القمح، الشعير. عندنا العنصر الغذائي الثالث اللي هي البروتينات، مثل اللحم، الدجاج، السمك، البيض. تساعد البروتينات على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا الأمر بيقلل من مستويات الجوع أثناء الصيام أو ساعات الصيام. نفس ما ذكرنا الأنواع، أيضا عندنا اللبن أو العدس. إن أيضا العنصر الأخير وأهم عنصر اللي هو الماء، يفضل شرب على الأقل 8 أكواب من الماء على مدار اليوم، وما نركز فقط نشرب الماء قبل وجبة السحور أو قبل أذان الفجر بفترة معينة، يفضل أن نوزع الأكواب على مدار اليوم، فهذا يساعد على ترطيب الجسم وبيزيد من الشعور بالامتلاء. إذا ما قدر الشخص مثلا أنه يأخذ له وجبة معينة أو شيء، على الأقل بالتمر، ناكل 3 حبات أو 3 تمرات على الأقل، لأنه يستوي على الفركتوز الطبيعي وكمية ألياف غنية جدا من الألياف، وبيحافظ على معدلات السكر خاصة لمرضى السكري في الدم. وعندنا أيضا نحاول قدر الإمكان إدخال الأكلات العالية بالبوتاسيوم. شو فائدة البوتاسيوم أو شو علاقته بالماء والصيام؟ البوتاسيوم هو عنصر أساسي داخل الخلية المسؤول عن الحفاظ على توازن الماء في مقابل وجود الصوديوم أو عنصر الصوديوم يكون خارج الخلية. شو هي المصادر الطبيعية للبوتاسيوم؟ أن الطماطم، البرتقال، البطاطس، الفاصوليا والموز. فهي بعض العناصر الغذائية أو هي تركيبة السحور الصحي. تمام. ننتقل الحين للأطعمة اللي يجب تجنبها خلال فترة الإفطار. الأطعمة طبعا المملحة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، فبتسبب اضطرابات في مستوى الصوديوم في الجسم، وطبعا هذا سيعود على الشخص بالشعور بالعطش خلال النهار. الكافيين، المشروبات الغنية بالكافيين عند وجبة السحور خاصة لأنها بتعرضك للجفاف، لأن نفس ما نعرف أنها من مدرات البول، فقد يسبب سهولة فقدان الماء من الجسم، وهذا بيلاحظون الصيام خلال الفترات الساعات الأولى من الصيام. أن الوجبات السريعة أو الأطعمة النقلية،
بعض الناس يضطرون أن يأكلون هاي الوجبات السريعة والجاهزة لأنها طبعا توصل بسرعة وجاهزة. صحيح. فنحاول نبتعد عنها قدر الإمكان، أنها عالية بالدهون المشبعة أولا، تتسبب الحموضة وبتسبب أيضا الشعور بالجفاف والعطش أيضا خلال فترة الصيام. أن النقطة الأخيرة اللي هي كمية أو شرب الماء وكيف نتجنب العطش خلال نهار رمضان. شرب الماء نفس من عرفة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجبة شرب الماء مهم بين وجبة الإفطار والسحور للحفاظ على الصحة والحماية من الجفاف. وذلك نفس ما ذكرنا، يجب شرب الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال فترة الصيام. شو هي الخطوات اللي نتبعها نبتعد عن العطش أو في نهار رمضان؟ شرب الماء بكميات متوازنة خلال الفترات بين الإفطار والسحور، تناول الفواكه الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، تقليل أو نفس ما ذكرنا المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وأيضا التقليل من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، إن هاي أيضا تسبب الشعور بالعطش وهي ليست بديل للماء. الماء يفضل يعني شرب الماء ولا نستبدله بالسوائل الأخرى. ونركز أيضا على شرب الماء، أيضا في كثير من الأشخاص عدم يشربون كميات كبيرة بعد وجبة الإفطار خلال فترة قصيرة جدا، هذا الشيء غير صحي يعني، والشخص بالعكس هذا بيتعب الشخص وبيصيبه بالتخمة. لكن يعني نصيحة أن نقسم السوائل هاي بين فترة الإفطار بين السحور بشكل منتظم وصحي. نفس ما ذكرنا فقط هاي بعض النصائح الصحية للفطور الصحي لفترة شهر رمضان. نعم. شكرا، يعطيك ألف عافية الأستاذة عفراء القطان، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وكل عام أنت بخير. أنت بصحة وسلامة، مشكور أخي. العفو. مستمعين الأعزاء أيضا بنعطيكم بعض المستجدات قبل لا نطلع الفاصل على ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية التخصصية التابعة لهيئة الصحة بدبي. حددت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل بمراكز الرعاية الصحية التخصصية، حيث سيكون العمل بمركز دبي للسكري من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، وفي كل من مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومركز دبي للإخصاب ومركز سعادة كبار المواطنين ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، وفي مركز الثلاسيميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر للمرضى الداخليين والخارجيين، وفي مركز دبي للطب التكميلي من الساعة 8:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا. وبنوافيكم اليوم أيضا عن ساعات العمل بالنسبة لمراكز فحص كوفيد 19 خلال الحلقة. بناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل حديثنا بيكون اليوم عن مريض القلب والصيام. وضيفي بيكون الدكتور باسم عدنان، أخصائي أمراض القلب بمستشفى راشد بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. يا مرحبا بكم، سهلا مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك مستمعين الأعزاء، هناك الكثير من التساؤل من المرضى عن مدى إمكانية الصيام وما هي الاستعدادات المطلوبة من المريض أو المرضى بشكل عام قبل الصيام لتفادي المضاعفات أو لتفادي المخاطر التي قد يتعرض لها لا سمح الله. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مستمعينا، يشرفني أن يكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتور باسم عدنان، أخصائي أمراض القلب بمستشفى راشد. دكتور باسم صباح الخير. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر إن شاء الله.
الله يبارك في حياتك يا دكتور باسم، شاكرين طبعا وجودك معنا اليوم دكتور على يعني عبر الهاتف برنامج صحة وسعادة للحديث عن الموضوع المهم الحقيقة، يعني هو استعداد مريض سواء إذا كان مريض يعني عنده مشكلة في القلب أو يعني المرضى، نحن دائما يعني نركز أيضا المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنة أمراض مزمنة مفروض أن يستعدون استعداد كامل لي يعني صيام شهر رمضان المبارك. نتحدث معك دكتور عن بالأخص يعني الشخص المريض بأي نوع من أمراض القلب، يعني كيف ممكن أن يستعد لصيام شهر رمضان المبارك على أساس أنه يكون يعني دائما صيامه صيام صحي وخالي من المشاكل؟ نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، كل عام وأنتم بخير مرة ثانية. العفو. طبعا بالنسبة لمرضى القلب، كل مريض قلب هو عبارة عن حالة مستقلة ومختلفة عن باقي المرضى. في مريض قلب عنده مع القلب داء سكري، في مريض نايم في المستشفى من فترة قريبة، في مريض بيكون وضعه مستقر، مريض عم يأخذ أدوية في المدرات، لذلك كل مريض هو حالة مستقلة. صح. وبالتالي كل مريض قبل شهر رمضان المفروض أنه هو يراجع طبيبه المعالج على أساس يعمل له تقييم ويحطه مع بعض الخطة اللازمة لصيام شهر رمضان بدون مشاكل. طبعا صحيح. ومن الأمور المهمة هي تنظيم الأدوية، يتفق مع الطبيب يحطوا الخطة كيف ينظموا الأدوية بحيث ما يصير في خلل في تنظيم الأدوية خلال فترة الصيام. مراجعة الطبيب موضوع مهم عشان يحطوا الخطة مع بعضهم لحتى يصير الصيام بشكل بدون مضاعفات وتكون الأمور كلها جيدة للطبيب والمريض. نعم، ونحن دائما دكتور يعني حتى نحن دائما ننصح، يعني مثل ما ذكرت أنت ذكرت نقطة جوهرية ومهمة جدا، مرات يكون الشخص مصاب ب يعني على سبيل المثال داء السكري ويكون عنده بعض المضاعفات اللي هو يحتاج من خلالها متابعة طبيب القلب أو متابعة طبيب القلب يعني متفرع إذا كان عنده مشاكل في الأوردة والشرايين أو الأعصاب، أو حتى مرات يكون عنده مضاعفات ممكن تتعلق ب يعني وظائف الكلى. فمهم جدا لكل شخص يعني إنه يعطي اهتمام كبير جدا، ليس فقط يعني إذا كان هو مصاب للسكري بس يهتم إنه يصير عند طبيب السكري، لا، لابد إنه أيضا يهتم بأن يراجع طبيب القلب ويراجع طبيب الكلى على أساس إنه مثل ما ذكرت الدكتور باسم إنه يطمن إنه فعلا يعني يصوم شهر رمضان وصيام يكون آمن ويكون ما عنده أي مشاكل. نتكلم دكتور معاك وانت ذكرت النقطة المهمة هاي فيما يتعلق بالأدوية دكتور ناكي، طبعا الكثير من التجهيزات وكثير من الأمور مفروض أن يأخذها الشخص، ومثل ما ذكرت انت إذا كان مريض القلب وحسب يعني المرض فلا بد أن يأخذ ناكي بالاعتبار يعني الاستعداد ومعرفة كيفية إدارة الأدوية خلال شهر رمضان المبارك لو نتحدث معاك في هالموضوع. نعم صحيح، هلا الالتزام بالأدوية هو دائما موضوع مهم جدا سواء في رمضان أو في غير رمضان. في رمضان صحيح. طبعا بتصير الأمور شوي أصعب على المريض لأنه بده ينظم الأدوية في فترات الإفطار ويحاول ينظمها يعني لأنه في أوقات صيام أحيانا بتكون طويلة. في كثير من المرضى ما بيلتزموا بالأدوية خلال شهر رمضان بلاو الأمور صعبة، فهذا بيؤدي إلى مشاكل ومضاعفات ممكن تكون خطيرة. بالنسبة لأمراض القلب الحمد لله معظم أدوية القلب تعطى مرة واحدة يوميا، فالمريض بكل سهولة ممكن ينظم أدويته ويلتزم في أدويته حتى في فترات الصيام الطويلة لأنه الأدوية تعطى مرة واحدة في اليوم، هو ممكن يأخذها في فترة الإفطار بكل سهولة. في بعض الأدوية يعني قليل من الأدوية تنعطى أكثر من مرة باليوم، ممكن مرتين باليوم أو ثلاث مرات في اليوم، فهي الأدوية ممكن المريض يراجع طبيبه بحيث إذا في بدائل عن هاي الأدوية تعطى مرة واحدة في اليوم ممكن الطبيب ينصحه باستبدال هذا الدواء بدواء يؤخذ مرة واحدة بيصير أسهل للمريض، أو بمساعدة الطبيب بنظمه إعطاء الدواء خلال فترة الإفطار فبتكون الأمور إن شاء الله جيدة. ملاحظة بس صغيرة عن المرضى اللي معالجين بالمدرات البولية، مرضى قصور القلب بياخذوا علاج بالمدرات البولية،
هلا خلال شهر رمضان بنعرف انه كميه السوائل اللي بياخذها الانسان بتخف بتقل، يعني كميه السوائل، صحيح. فممكن جرعه المدرات البوليه نحن نضطر نخففها شوي خلال شهر رمضان على اساس انه المريض ما لا سمح الله يصير عنده جفاف. هذا طبعا بيكون باشراف الطبيب، يعني المريض بيراجع طبيبه، اذا هو عم ياخذ مدرات بوليه ممكن الطبيب ينصحه انه يخفف جرعه المدرات البوليه. الشغلة الثانية إنه المدر البولي إذا المريض حياخده يفضل إنه ما ياخده في فترة السحور وبعدين يبلش الصيام، لا يفضل ياخده في فترة الإفطار، يعني أول مثلا ما بياخد الإفطار ياخد حبات المدر البولي على أساس إنه هو في الليل ممكن إذا صار نقص سوائل بيقدر بيعوضها. هاي يعني أهم النقاط عن موضوع الأدوية خلال شهر رمضان. صحيح دكتور باسم، حتى يعني موضوع يعني نحن دائما نتكلم، يعني صار لنا أكثر من حلقة نتكلم عن الاستعداد ل يعني صيام شهر رمضان المبارك بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة سواء السكري أو الكلى أو مختلف أمراض القلب أو الأمراض الأخرى اللي أيضا أنت تفضلت فيها دكتور، اللي هم يعني مستمرين على أدوية بشكل يومي. لو نتحدث دكتور عن خطورة الصوم، يعني متى يكون صوم هؤلاء المرضى خطر عليهم؟ يعني ما هي الخطورة اللي ممكن تترتب إذا يعني الشخص صام وهو يعني الطبيب ما ينصحه أن يصوم ولكنه يقرر أن يصوم؟ نعم، هلأ بشكل عام الحمد لله معظم أمراض القلب متوافقة مع الصيام، يعني معظم مرضى القلب بيقدروا يصوموا، ولكن في حالات محددة بيحددها الطبيب لازم المريض يعني يتجنب فيها الصيام. يعني وقت الطبيب بيقول له للمريض انه انت ما تصوم، فالمريض لازم يسمع كلام الطبيب، يعني لازم ما يصوم في الحالات تماما. صحيح. مثلا هلا اهم شيء هي الحالات الحاده، يعني المريض مثلا صار عنده ازمه قلبيه من فتره حديثه، دخل على المستشفى بخناق صدر او باحتشاء عضله قلبيه او اي شيء، طلع من المستشفى صار له يومين ثلاثة أسبوع، فهذا غالبا احنا بننصحه انه ما يفضل انه يصوم، لانه بتكون هي مرحلة حرجة، فترة نقاهة، الأدوية لازم تكون مضبوطة تماما، المراقبة تكون كثير دقيقة، فلا يفضل في هاي الحالات الصيام. او مثلا حالات قصور القلب الحاد، المرضى اللي بصير عندهم تجمع سوائل في الرئتين بتسبب لهم ضيق في النفس، فكمان هذول بهاي المرحلة الحادة لا يفضل أنه يصوم. المريض اللي بيصوم هو المريض القلب اللي حالته مستقرة، أموره مستقرة، أدويته منتظمة، ما في عنده مشاكل جديدة صايرة ووضعه تمام، ممكن يصوم. الشغل الثاني أنه المرضى، بنرجع لنفس الموضوع، موضوع المدرات البولية، المريض اللي عم ياخذ جرعات عالية من المدرات البولية حسب نصيحة الطبيب، أو مثلا المريض اللي عنده مشاكل كلوية، أو المريض اللي عنده داء سكري خاصة إذا كان معتمد على الإنسولين، هذول كلهم بيكون الصيام عندهم ممكن يسبب لهم مشاكل، لأنه مريض مثلا عم ياخذ جرعة عالية من المدرات وهو عم يصوم، فهذا ممكن يصير عنده جفاف. أو مرضى المشاكل الكلوية هذول بيحتاجوا دائما إنه يكون عندهم سوائل زيادة، ياخذوا سوائل زيادة. أو المريض السكري اللي معتمد على الإنسولين ممكن الصيام لفترات طويلة يسبب له هبوط في السكر، فهي الحالات كلها يعني بالتعاون مع الطبيب المعالج ممكن أنه ينصح بتجنب الصيام. شغلة كمان مهمة، مرضى الصمامات الصناعية، في ناس بيركبوا صمامات بديلة، صمامات صناعية خاصة الصمامات المعدنية، فهي قبل رمضان بحاجة لمراقبة والتأكد من نسبة السيولة في الدم لتجنب حدوث التجلطات. هلا اذا كانت نسبه السيوله كمان ما هي مضبوطه بشكل جيد، ممكن الطبيب ينصح بتجنب الصيام، وهذا بيكون لمصلحه المريض لتجنب حدوث اي تجلطات على الصمام وتجنب مشاكل ثانيه. صحيح. طبعا مثل ما ذكرت دكتور، يعني مهم جدا، نرجع ونقول مهم جدا ان الشخص المصاب باي نوع من الامراض وهو على ادويه مستمرة بشكل يومي، ضروري جدا أنه يعني يتابع مع الفريق الطبي المعالج، ليس فقط يعني لجانب معين ولكنه يأخذ بالاعتبار يعني كل الفريق الطبي. وأيضا دكتور يعني جانب التغذية، نحن دائما نقول أنه جانب مهم جدا مع الطبيب المعالج، ولابد أنه أيضا الشخص يكون على علم ويكون على ثقافة ودراية كاملة بالنسبة لي يعني الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، وعن أيضا يعني الكربوهيدرات، نسبة الكربوهيدرات والأملاح والمعادن اللي هو يحتاجها خلال الوجبة الواحدة.
تماما. هلا بالنسبه لموضوع الكربوهيدرات والحميه والامور هي بتتعلق بفتره الافطار. صحيح. معظم الناس بيكون عندهم في فتره الصيام مثلا تكون طويله، فبيوصل للمساء بيكون مثلا عنده جوع زياده وبيكون عنده نهب للطعام، فبيصير بياكل المساء كثير نوعا ما، بيتهاون بالحميه تبعيته، بيتهاون بموضوع الاملاح، بيتهاون بموضوع السكريات، فكمان هذا الشيء بيخلق مشاكل يعني بعدين. فحتى المريض إذا بده يصوم بس في فترة الإفطار لازم يضل ملتزم بالحمية اللي هي محددة من قبل الطبيب والمعالج. لازم كل واحد يكون معاه حارس دكتور تماما يمنعه دكتور. طبعا هناك أكيد مثل ما ذكرت فئة معينة من المرضى اللي هم يعني عندهم أو سووا عمليات القلب المفتوح، أكيد طبعا هناك بعض الإجراءات المعينة الخاصة بمرضى عمليات القلب المفتوح، فهل من نصائح معينة دكتور تحب توجهها يعني قبل يعني أنهم أن الشخص يعني يقرر أن يصوم خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم. هلا بالنسبة لعمليات القلب المفتوح، في عنا خلينا نقول احتمالين أو حالتين. المريض اللي عمل عملية من فترة قريبة يعني مثلا لساته في مرحلة النقاهة، فهذا طبعا يفضل تجنب الصيام، ما حيصوم، لأنه هي مرحلة النقاهة مرحلة حرجة بدها رعاية خاصة، إذا بدها مراقبة الضغط بشكل مستمر وحتى سكر الدم والتزام بالأدوية بشكل دقيق جدا، بدها تغذية جيدة. فطبعا في المريض اللي هو في مرحلة النقاهة بعد العملية ما رح ننصحه بالصيام، ولكن بعد فترة، بس فترة النقاهة انتهت والتأم الجرح ورجع المريض لحياته الطبيعية، فهذا بيصير وضعه مثل وضع أي مريض قلب مستقر، فبيلتزم بنفس التعليمات، يراجع طبيبه قبل شهر رمضان، بيعملوا الخطة مع بعضهم مشان تنظيم الأدوية، كيف ينظموا الأدوية اللي تأخذ مرة واحدة باليوم، أو إذا دواء بيأخذ أكثر من مرة نحاول نغيره لدواء يأخذ مرة باليوم، إذا ما بنقدر مننظم الأدوية خلال فترة الإفطار، الالتزام بالحمية المعتادة إنه اللي حكيناها نحن قبل شوي، إذا المريض كان صايم لفترات طويلة هذا لا يعني إنه وقت الإفطار يتخلى عن الحمية، لا، لازم يلتزم بالحمية تماما مثل ما هي في فترات الإفطار. يعني باختصار، المريض اللي عامل عملية قلب مفتوح وأنهى مرحلة النقاهة والتأم الجرح ورجع لحياته الطبيعية، فهو مثل المريض القلب المستقر، بيصوم بعد مراجعة الطبيب وأخذ رأيه واستشارته، إذا أموره مستقرة إن شاء الله بتكون أموره طيبة بإذن الله. نعم. أيضا دكتور، من الأمور اللي المهمة في بعض الأمراض المزمنة، يعني ممكن يعني الشخص أن يكون يعني يكون صايم ولكن أثناء ساعات الصوم دكتور، إذا يعني إذا نتكلم بشكل خاص بالنسبة لمريض القلب، يعني متى يجب عليه على مريض القلب أن يعني ينهي الصيام، أو إذا وصل لبعض المراحل أن هناك بعض الأعراض، أو شو هاي الأعراض اللي ممكن أن ينتبه لها الدكتور ويقرر أن ينهي صيامه، وإذا استمر ممكن الصيام يكون خطر عليه؟ نعم صحيح. هلأ الحمد لله معظم المرضى القلب يتحملوا الصيام بشكل جيد، ولكن في أعراض مثل ما حضرتك تفضلت مهمة لازم واحد ينتبه عليها، إذا صحيح. صارت فلازم أما ينهي الصيام لحاله أو على الأقل يراجع طبيبه، مثلا يروح على الطبيب أو حتى على قسم الطوارئ يقول لهم أنه أنا صايم وصارت معي هاي الأعراض، هل أفطر، شو أعمل، بيعملوا له فحوصات. من الأعراض المهمة طبعا عن مرضى القلب هي حدوث ألم صدري، لأنه المريض إذا صار عنده ألم بالصدر فمعناته في شيء صار نتيجة الصيام سبب نقص تروية في عضلة القلب عم تعمله الألم الصدري، فهي نقطة مهمة. المريض كمان ممكن يصير عنده ضيق في النفس، إذا صار عنده ضيق في النفس زيادة أو غير معتاد عليه، يعني شغلة جديدة صارت معه ضيق في النفس، كمان هذا يفضل أنه ينهي الصيام، ممكن يضطر مثلا يأخذ جرعة زيادة من الدواء. مرضى نقص التروية القلبية بيكون دائما عندهم الحبوب تحت اللسان اللي بياخدوها عند اللزوم أو البخاخ تحت اللسان حسب المريض، نعم. فهذا إذا صار عنده ألم صدري حياخذ الحب تحت اللسان وطبعا حينهي الصيام. أو المريض إذا صار عنده ضيق في النفس مثل ما حكينا، هي بتدل إنه المريض ما عم يتحمل الصيام بشكل جيد.
نقطة ثانية مهمة، إذا المريض صار لاحظ إنه صار في عنده نقص مهم في كمية البول، إنه هلا كل الناس في شهر رمضان بيصير كمية البول عندها أقل من المعتاد لأنه وارد السوائل أقل، ولكن إذا حس إنه النقص مهم في كمية البول، ما يعني ما في كمية أو صار لا سمح الله انعدام في البول، فهذا طبعا لازم يراجع طبيب وراح تنهي الصيام لهذا المريض، ما حنقول خليه يستمر بالصيام. التعب والإرهاق الشديد، هلا معظم الناس ممكن تحس بتعب في رمضان، ولكن بتكون الأمور مقبولة إذا صار المريض عنده تعب شديد، إرهاق زيادة، كمان هذا ممكن يدلنا أنه المريض ما عم يتحمل الصيام وممكن أنه يضطر ينهي الصيام في هاي الحالات. فيعني إذا بدنا نلخص الأمور، مرضى القلب اللي بيصير عنده ألم صدري أو ضيق في النفس، نقص في كمية البول أو تعب شديد أكثر من المحتمل، فهذول طبعا لازم ينهوا الصيام. صحيح دكتور. أيضا من الأمور اللي دائما محل خلاف موضوع الرياضة، هل الرياضة تنصحون دكتور كطبيب قلب يعني ممارسة الرياضة قبل الإفطار أو يعني بعد الإفطار، وإذا كان قبل الإفطار يعني بكم ساعة قبل الإفطار، وإذا كان بعد الإفطار بكم ساعة، لأن هناك دائما حديث حول هذا الموضوع، لو تنصح دكتور مرضى القلب أو يعني بشكل عام بممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني خلال شهر رمضان المبارك أو أي أنواع من الأنشطة أيضا البدنية المناسبة. هلأ بشكل عام طبعا كلنا بنعرف الرياضة مفيدة لمرضى القلب. صحيح. وهلأ بشهر رمضان له شوية خصوصية. هلأ الأنشطة البدنية الخفيفة، مثلا المشي أو يعني إذا بنقول الجوغينج، الهرولة الخفيفة، ما في مانع أنه يمارسها، ولكن يفضل أنه تكون في فترة الإفطار أفضل. يعني بالنسبة للرياضات العنيفة في رمضان يفضل أنه واحد ما يعملها. هلأ معظم مرضى القلب ما بتوقع أنه يكونوا بيعملوا رياضات عنيفة، بس بشكل عام النشاط البدني اللي سيمارس في رمضان فهو المشي، هو أفضل شيء أنه نشاط بدني خفيف غير مرهق. إذا كان حينعمل في فترة الصيام فيفضل تكون قريبة على الإفطار، يعني مثلا قبل الإفطار بنص ساعة، قبل الإفطار بساعة إذا حب يمشي شوي، على أساس أنه وقت الإفطار الأمور بتكون جيدة. بعد الإفطار دائما الأفضل للنشاطات البدنية تكون بعد الإفطار، على أساس أنه إذا صار فيه مثلا تعرق عند المريض أو تعب زيادة عند المريض، فعنده إمكانية أنه يشرب سوائل يعوض النقص في السوائل اللي راح في عملية التعرق. في شغلة جيدة احنا بنعملها كلنا في رمضان، انه بعد الافطار بساعة وبعد العشاء بنروح على صلاة التراويح. صحيح. صلاة التراويح هي نشاط بدني خفيف مفيد، وحتى في له اثر روحاني مفيد وجيد لمرضى القلب ولكل المرضى الحقيقة، على الناحية الجسدية وعلى الناحية النفسية. بس اهم شيء دكتور عاد الشخص اللي بيصير يصلي لازم يكون خفيف. طبعا. نرجع لموضوع الحمية وطلب. نرجع موضوع الحمية. ايوه الله يبارك فيك دكتور. بس حابين الحقيقة يعني وجودك معنا، شو هي النصائح اللي تحب تقدمها دكتور بشكل عام للناس اللي مصابين بالنسبة للأمراض المزمنة وبالأخص مرضى القلب، استعدادهم لي يعني شهر رمضان الفضيل إن شاء الله؟ أول شيء بقول لهم كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للاستعدادات، أنا برأيي رقم واحد مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتنظيم الأدوية، هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أنا بقولهم للمرضى أنه لا تجهد نفسك زيادة، يعني إذا مريض مثلا هو حابب يصوم وفعلا بلش بالصيام، ولكن حس حاله أنه هو فعلا يرهق تماما من الصيام وبيتعب تعب شديد أو مثلا بيجي ألم أو هيك، لا تكابر على نفسك. الرخصة موجودة، الإفطار في هاي الحالة أفضل من الصيام، ما لا تجهد نفسك، ما لا تخلي الصيام يأثر عليك زيادة. صحيح. توكل على الله وأفطر، وإن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله. إن شاء الله دكتور، شاكرين لك الحقيقة يعني وجودك معنا اليوم للحديث عن موضوع مريض القلب والصيام. الدكتور باسم عدنان أخصائي أمراض القلب بمستشفى راشد، كل الشكر والتقدير لك وكل عام أنت بخير دكتور. شكرا جزيلا. متابعينا الأعزاء، حديثنا كان مع الدكتور باسم
الحقيقة نلخص ونقول بأن الشخص اللي مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة لابد أنه يراجع الفريق الطبي المعالج قبل الصيام، حتى أنه يتأكد إذا قرر أنه يصوم فيكون صيام إن شاء الله صيام صحي وصيام آمن وصيام خالي من المشاكل الصحية. ونتمنى لكم إن شاء الله دائما الصحة والسعادة يا رب. أيضا بنعطيكم بعض المستجدات قبل نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء عن ساعات العمل اللي حددتها هيئة الصحة بدبي بمنشآتها الصحية خلال شهر رمضان المبارك بمراكز فحص كوفيد 19. أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ساعات العمل بمراكز فحص كوفيد 19، حيث سيكون العمل بمركز نادي النصر الرياضي من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، وفي مجلسي الراشدية وميناء جميرة المنطقة الأولى من الساعة 8 مساء وحتى 1:30 بعد منتصف الليل. وأما في مركز مول الإمارات وديرا سيتي سنتر من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء. أيضا أعلنت هيئة الصحة عن مواعيد العمل في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز اللياقة الطبية والصحة المهنية. وقبل لا نختم أيضا مستمعينا الأعزاء نحب نذكركم دائما بموضوع التبرع بالدم، ودائما نقول بأن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل وأيضا يساعد على إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، وهناك طبعا كثير من الفوائد للشخص اللي بيتبرع بالدم. يتم طبعا دائما نشاط أو زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة، وأيضا يساعد في نشاط الدورة الدموية. وأيضا التبرع بالدم مستمعين الأعزاء دائما يساعد على تقليل نسبة الحديد من الدم ويقلل أيضا فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين وفوائد صحية أكثر. مع هذا ومستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة وصحية، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع، كان معي فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وأيضا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وكل عام وأنتم بخير. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.